النيش. النيش كلمة فرنسية معناها المكان القيم للأشياء القيمة أو المكان المناسب للأشياء القيمة. والنيش فيه منه أنواع كتير، في الكلاسيك وفي المودرن، وفي لو حتى دولاب إزاز بنحط فيه دايما الكريستالات والفضيات، حاجات تعبنا فيها دفعنا فيها فلوس كتير بنخبيها عشان نحميها، وممكن طول الوقت نحرم نفسنا وما نستخدمهاش. لاحظت ان في نوع معين من التربيه بابا وماما بيربوا بنفس الطريقه دي. بابا وماما بيبقوا عايزين يخبونا عشان يحمونا. بابا وماما بيدفعوا فلوس كتير جدا عشان يوصلوا للبرفكشنزم، الكلام اللي احنا سمعناه كتير، البرفكشنزم احسن حاجه في الدنيا. عندنا ثلاث بنات، ندى ونسمة ونور. التلات بنات دول تربية نيش، مثال لتربية النيش. ندى البنت اللي هي شاطرة قوي ومتفوقة ومتميزة، تطلع من الأوائل، شاطرة في الهوايات، شاطرة في الرياضة، مستقلة، ما بتعتمدش على أي حد، بتعتمد على نفسها بس. بس ندى في الغضب شايفة إن الغضب ما يليقش بيها يعني، وإن هي ما ينفعش تبين ألمها قدام أي حد وتقول أنا قوية، أنا ما ينفعش تألم يعني، وبتخاف. بس بتخاف من الفشل لدرجة إنها بتموت نفسها في المذاكرة على حساب حاجات تانية. نسمة دلوقت بابا وماما. نسمة شاطرة برضو، تطلع من الأوائل ومتفوقة وعندها هوايات، بس هي اعتمادية قوي، بتعتمد على اللي حواليها. نسمة في الغضب شايفة عيب يعني، البنت الكيوت ما تغضبش، بتقول على نفسها حساسة، بالعكس دراما كوين على طول، تعيط تعيط تقول أصلا أنا حساسة شوية. وبتخاف برضو، بتخاف إن الناس تسيبها لدرجة إن هي ممكن تيجي على نفسها وتقول أنا ما أقدرش أرفض لحد حاجة، أنا يعني ما ينفعش حد يطلب مني حاجة ما أعملهاش. نور باينة من شكلها عصبية متمردة، ما بتحبش حد يفرض رأيه عليها، ما بتقبلش النقد تماما خالص، بترفضه، بتقول أنا قوية ما بتقلمش، أنا ما بخافش. التلاتة دول مثال لتربية واحدة، تربية نيش. ممكن بابا وماما يكون نفس بابا وماما، اتفقنا إن في منه مودرن وكلاسيك أو دولاب فضيات، بس الفكرة واحدة، جوه فيه كريستالات. ممكن بابا وماما في سعيهم نحو البرفكشنزم ما ياخدوش بالهم من الكريستالات دي، واحنا كمان ما ناخدش بالنا. فيلم انسايد اوت، الفيلم ده في بوستر الفيلم دايما لما يجي لي حد اساله اقول له اتفرجت على فيلم انسايد اوت، يقول لي اه طبعا. اقول له طب في البوستر كده هنشوف ان الخمس مشاعر الاساسيه جوه راس البنت، طب ليه مش جوه قلبها؟ حد سال نفسه ليه مش جوه قلبها؟ يعني دي حاجه مقصوده من المخرج او المؤلف ولا حاجه كده يعني؟ هنشوف مين اقرب لنا، هي عقل تاني مثلا يعني، مشاعرنا دي عقل تاني جوانا، هو مين اقرب لنا، مشاعرنا ولا افكارنا؟ الناس اللي زي ندى هيقولوا الافكار طبعا يعني، ناس عقلانيين، والناس اللي زي نسمه هيقولوا المشاعر يعني دي دراما كوين، والناس اللي زي نور ممكن يقولوا الاثنين او ما اعرفش او هو في فرق. طب الفطره بتقول ايه؟ خلقه ربنا بتقول ايه؟ هو مين اللي اقرب لنا؟ الفطرة بتقول ان احنا كلنا دلوقتي لو سمعنا صوت عالي قوي كلنا اغلبنا او ما كانش كلنا هنتخض. بعد كده كل واحد فينا هيجيله فكرة بقى، دي بالونة، كاوتش عربية، حادثة، افكارنا هتودينا لسلوك معين. ففطرة ربنا بتقول الاقرب لينا المشاعر، المشاعر اللي حتى ما بسبناش واحنا نايمين. مين فينا مرة نايم ما كانش نايم خايف او قلقان وحلم بكابوس او حلم مزعج ان مثلا حاجه بتجري ورايا او ان انا بقع من مكان او حلم ان انا بسقط في الامتحان، حتى ببقى بتخرجت واتجوزت وخلفت واحلم ان انا بسقط في الامتحان برضو. من الاساءات اللي بشوفها للمشاعر لما يجي طفل صغير مثلا، طفلين واحد اكبر شويه، وتيجي مامته تبقى كل همها تاخد من الصغير وتدي الكبير وتقول اصل ده عبيط ما بيفهمش، هو ما بيفهمش بس ما بيحسش. هي الحقيقه ان احنا عندنا في جسمنا حاجه اسمها الليمبك سيستم،
ده مسؤول على الغرائز وردود الافعال. في هو كذا حاجه بس انا حابه اتكلم عن النقطتين اللي هي الهيبوكامبس والاميجدالا. الاميجدالا دي مسؤوله عن المشاعر والانفعالات جوانا ودي بتبقى موجوده من وقت ولادتنا، يعني الماتوريشن والنضوج بتاعه من لحظه الولاده. لكن الهيبوكامبس بيبتدي يبقى ماتور او ناضج من سنتين لثلاث سنين. عشان كده اي حد فيكم لو قلت له وانت عندك سنتين او سنتين ونص، لما اخوك خد منك لعبتك او باباك لما زعق لك حسيت بايه، هتقولي مش فاكر، انت مش عارف اتصرفت ازاي. بس اي اساءه انت هتبقى فاكر وفاكر كويس قوي. من الاساءات اللي بشوفها اللي في تربيه النيش، لو الاب والام ما تعاملوش معاها بتشوه الفطره، او مشاعر الغضب. مفيش حد اساله كده هو الغضب ده في نوع التربيه ده حاجه حلوه ولا حاجه وحشه الا لما يقول لي لا طبعا حاجه وحشه. اقول له ده بالمشاعر الاساسيه، يعني ربنا هيخلق حاجه وحشه؟ هو بصراحه احنا حقنا نشوفه حاجه وحشه، لان احنا فاهمين الغضب يعني عصبيه، فاهمين الغضب يعني لازم اتعاقب. يعني بابا وماما كان ممكن اما يجي يوصلوا لنا غضبهم يعلي صوتهم او يشاوروا مصباحهم، او احنا فاهمين ان لما اتعدى على حدودك وعلي صوتي عليك او اضربك يبقى انا كده غضبان. فالجا لاي حاجه بسيطه جدا، اكذب او ان انا اخدك على قد عقلك عشان امشي الدنيا. يعني مين فينا كتير ممكن يكونوا بياخدوا بابا وماما على قد عقلهم؟ يعني او اعمل حاجه تانية، اكتم غضبي. وللاسف تربيه النيش بتسقف لكتم الغضب. البنت كيوت ما تغضبش، الولد الجدع ما يغضبش. فاكتم الغضب، وانا بسميه ده حاجه اسمها ادب الخوف. انا مؤدب عشان خايف، لكن لو عندي حريه الاختيار ممكن اقول لا، او اعمل حاجه تانية، اتنرفز واتعصب على اي حاجه بسيطه كده، اروح قلب الدنيا وارجع اعتذر واقول انا عصبي بس قلبي ابيض، او اقعد اشتكي بظهري اشتكي بكتفي، او الجمله الشهيره انا قولوني عصبي. يعني نعمل ايه دلوقتي؟ نقعد نقوم كلنا كده نصور ونزعق في بعض؟ لا، مش هو ده الغضب. الغضب الصحي ان اصور لوضع غلط عشان اصححه، وما دام ما صححتوش يبقى مش هو ده الغضب. ان اقول لا لاي حد بيتعدى على حدودي. الغضب الصح اللي مش طالع من القلب، اتعديت عليا فبقول لك لا، لكن مش كلي فاير، مش من فوق لتحتي في نار طالعه مني. في المثال ده انا شفت مره طفل جميل، خلقه ربنا وفطرته فعلا. بابا كان بيقول لي ده غبي، ده مش ما بيفهمش، ما تتكلميش معاه. فقال له انا مش غبي، انا بعمل حاجه غلط، انا هديه جميله جدا من ربنا وربنا خلقني عشان العب. تربيه النيش بتشوف الغضب قله ادب. من المشاعر الثانيه هي مشاعر الخوف. مشاعر الخوف، هو انا من حق اخاف؟ يعني هي خلقت ربنا فيا اخاف؟ بنخاف من الفقد والالم والخساره، بس انا اكتر خوف عايزه اتكلم عنه هو الخوف من الالم، لان اغلبنا او ما كانش كلنا ما بيحبش يتالم، وخصوصا الم العلاقات. وانا شيماء تحديدا عندي علاقه كده جميله مع الالم، بقدره وبحترمه وبقدسه، لان انا شفت قد ايه الالم شكل بني ادمين وطلع انسانيه وجمال منهم، وقد ايه التعامل معاه غلط شوههم بطريقه صعبه جدا. هنشوف صوره دلوقتي لطفل في بطن امه، جنين. بصوا يعني قاعد، بصوا الصوره الاولانيه كده، قاعد سعيد مبسوط جوه بطن امه، يعني مستمتع، بيجيله الاكل بيجيله الشرب، قاعد لوحده محدش بيضايقه. بالعكس ده لو الام نامت نومه مش عاجبها هيروح ركلها برجله كده عشان تتعدل. الولد ده هقول له خلي بالك، انت دلوقتي هضغط عليك من كل حته عشان هتنزل، هتحس بالجوع وبالعطش، هتحس بالحر او السقع، هتولد صيف او شتاء ما نعرفش، هتبقى عريان. تفتكروا هيوافق؟ بالعكس ده هقول له حاجه تانية، انت دلوقتي هتتالم الم كبير جدا. البيبي اول ما بينزل لازم الدكتور يسمع صريخه، الصريخ ده لان الهواء وهو داخل الرئه بيبقى مؤلم، فبنسميها صرخة الحياة، صرخة إعلان الوجود، كائن حي جه الدنيا بيجي بألم. ساعتها ممكن نتكلم معاه، طب الولد ده لو قال لا أنا مش عايزة أتولد، والله لو ولادة طبيعية هيتولد غصب عنه، ولو ولادة قيصرية
فيها احتمال انه يموت، اللي احنا بنقول عليها يتشوه. عشان كده الالم حتمي، لكن المعاناه اختيار. احنا جينا الدنيا بالالم. في ناس بتشوه خلقه ربنا انها تحاول تهرب بالالم دوت. اذاكر كتير، اموت نفسي في المذاكره، اموت نفسي في الرياضه، اكل كتير، انام كتير، اقعد اتريق وابقى دمي خفيف. والأسوأ من كده اتريق على نفسي. اكيد شفنا زمايل لينا عندهم مشاكل في جسمهم او في حاجه، صحابه يتريقوا عليه، يتريق معاهم، او هو نفسه اصلا يبدا بالتريقه على نفسه. والأسوأ من كده ان انا ما احسش، اتعامل مع الالم واقول انا ما بحسش. تربيتي مش بتشجع الإساءة للألم، إن بابا وماما بيبقوا عايزين يدخلونا النيش تاني وكأني ما تقلمش، ويتقلي ما تتقلمش، أو يتقلي أنت قوي، أقف على رجلك تاني، وما يدونيش مساحة إني أتقلم، لأن دي فطرة ربنا فيا. وافتكر كده مثال شفت فيه تشويه لطفلة صغيرة كانت موجودة معايا، والبنت دي عنيدة عاملة زي نور كده، رغم إنها عندها 3 سنين صغيرة. فالبنت دي وقعت، فمامتها بتقولي على فكره لو سالتيها هتقولك لا. فقلت لها هي ما وجعتكيش؟ قالت لي لا. فقلت لها ازاي؟ ده لو انا كانت وجعتني خالص. طب وجعتك كده ولا كده ولا كده؟ لحد 5. فلقيتها بتقولي كده وبتعمل ايديها من تحت، لان هي وصل لها ان الالم عيب، مش قادره تقول انا متالمه. طب الخوف، احنا اتكلمنا عن الخوف. طب والقلق؟ بلعب لعبة كده مع اي حد اتعامل معي، اقول له انت حاسس بايه؟ يقول لي انا خايف. اقول له طب خايف ولا قلقان؟ يقول لي قلقان. اقول له طب قلقان ولا خايف؟ ولا يقول لي الاثنين. اقول له طب ايه الفرق؟ هو ايه الفرق من قلقان وخايف؟ هو في فرق؟ هو في فرق. الخوف ده طبيعي، الخوف ده انا بني ادم من حق اخاف، لكن القلق معناها افكار كتير بتعجزني، حاجه لسه ما حصلتش في المستقبل اصلا، افكار محتاجه اتعامل معاها. محدش فينا لو مش خايف يسقط مش هيذاكر، لكن في ناس بتموت نفسها في المذاكره وقلقها ما يخليهاش تروح الامتحان او يخليها تنسى او ممكن تسقط. كلنا لو عندنا بابا وماما بينهم مشاكل او اتخذلنا، حبينا واتسابنا قبل كده، هنبقى خايفين من العلاقات، خايفين من الجواز مثلا. لكن لو انا قلقان وعندي افكار سيئه كتير، انا ممكن ما اسمحش لحد يقرب مني، او ممكن اي حد اشبط فيه، ابقى مش قادر على بعده، بعده هي النهايه بالنسبه لي. كنت دايما اسمع جمله كده، دع القلق وابدا الحياه. فكنت اقول هي الدنيا سهله كده، هو بيتقلع مثلا زي الشوط هقلعه على باب البيت وادخل. انا بصراحه ما عرفتش ادع القلق وابدا الحياه قبل كده، لحد ما قريت لدكتور يحيى الرخاوي بيقول احترم القلق واقتحم الحياه. احترمه لان هو قوه كبيره اكبر منك، تحتاج انها تحترم. نرجع بقى للثلاث بنات اللي اتكلمنا عنهم، ندى ونسمة ونور. ايه رأيكم ان ندى هي نسمة ونسمة هي نور، وان الثلاثة اصلا كانوا شخص واحد؟ مين فينا في مرحلة من حياته ما كانش بني ادم وتحول لبني ادم تاني ويقول انا كنت حد تاني؟ تعرفوا حد كده؟ انا اعرف. انا كنت طفلة نيش، كنت شخصية وبعدين شخصية تانية وثالثة ورابعة، بس كل مره كان في حته مني ناقصه، حته مش مرتاحه، لحد ما اتعرفت على الكنز اللي جوايا، وهو كنز المشاعر. كلنا بنتبسط بكلمه مشاعر ونقول مشاعر، وما نعرفش ان المشاعر دي 3 مراحل او 3 حاجات لازم يبقى بينهم هارموني عشان ينسجموا مع بعض. المشاعر يعني اول حاجه احساس، والاحساس بيحتاج ادراك. انا حاسس بايه؟ انا خايف، انا قلقان، انا غضبان. وبعد كده بتيجي الايموشن. الايموشن لو نلاحظ ايه جايه من اكسو يعني بره، وموشن يعني حركه، يعني حركه من جوه لبره، يعني اعبر عن مشاعري بالكلام، يعني ما فيش حاجه اسمها الاهتمام ما يطلبش، وما فيش حاجه اسمها لو كنت مهتم كنت عرفت لوحدك. انا بقول انا غضبان، ما اكتمش جوايا ولا اهرب. والمرحلة الثالثة اللي هي الأفكت، جسمي بيقول إيه؟ يعني بطني بتوجعني، جلدي محمر، مخنوق، أي حاجة، أي حاجة من الحاجات دي اللي تقول أنا مين. أنا عرفت الكنز اللي جوايا لما عرفت إن أنا من حقي أغضب، بس الغضب الصحي وما اكتمهوش. عرفت الكنز من جوايا لما عرفت إن ألمي جزء من آدميتي وإنسانيتي، وإنها مش عيب إن أنا أقول إن أنا متألمة وأدي لنفسي المساحة إن أنا أتألم. عرفت
الكنز اللي انا جوايا لما شفت ان الخوف ما يخوفش وان الخوف ده حاجه طبيعيه، ولما شفت الافكار اللي جوايا دي انا ممكن اتعامل معاها لانها هتوقفني لو ما عرفتش اتعامل معاها. طب نعمل ايه بقى في الميراث؟ الميراث النيش اللي احنا خدناه نروح نقول لبابا وماما انتوا السبب؟ كتير من الامهات اللي بتعامل معاهم اسالهم بتقولي لابنك انا خايف، انا زعلان، انا غضبان، تضحك وتبتسم، خصوصا الاب طبعا يقولي انا اصلا ما بقولش الكلام ده. فهم ورثوا النيش من بره ومش فاهمين ليه، هم زينا ما يعرفوش عشان جد وتيتا معلمهمش، وجد وتيتا بابا وماما بتوعهم معلمهمش. فالحل ان انا ابدا بنفسي. اجمل ما في المزيكا ان احنا ممكن نبقى شعوب مختلفه، لغات مختلفه، ثقافات مختلفه، نسمع مزيكا ونقول عليها الله لانها بتخاطب الاحساس. عشان كده مش مهم نفهم بعض، المهم نحس ببعض. وارد لو حكيت لي مشكلتك يبقى اللي عندي اكبر منك واشوفك تافه، بس لو شفت قد ايه انت عطلان ومتالم احس بيك وهنتواصل مع بعض. وقريت مره بيت شعر لدكتور يحيى الرخاوي بيتكلم على ان المشاعر هي العقل، بيقول المشاعر حلوه خالص، انا فرحان وانت هايص، المشاعر اصلها عقلي اللي جوه مش مجرد انفعال كده من اللي هو، هي عقل شكل تاني مش بعيد على الاولاني. المشاعر زي ما تكون مهر جامح وانت فارس بس فالح، يعني ركبه تلجمه مش تشكمه، يعني برضو تعلمه مش تظلمه. شكرا.